مرحبا وطيب تحيات لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة صوت لبنان بالصوت عبر موجاتنا 100.5 مية فاصلة بالصورة عبر الابلكيشن عبر فيديو ال ام وعبر صفحاتنا على السوشيال ميديا فويس اوف مية 100.5 فاصلة خمسة. انترفيو ابتدى اليوم لقاء هيك متميز لقاء قبل اللقاء انطلاقة قبل الانطلاقة اذا بدكم معنا ضيف وبرنامج قدر يحجز مساحة كبيرة عبر الشاشة مش عبر الشاشة عبر الشاشات لانه متفرد متميز واخد خط جديد صعب يمكن دسم اكيد مش مثل الدارج ولكن مطلوب ومحضور ومشاهد والا ما كان استمر اكثر من موسم عم بحكي عن ذا ريسيرشر واليوم انطلاقه جديده او نيو انطلاقه اذا بدكم ريسيرشر قصه كبيره مع ضيفنا بالاستوديو دكتور عماد ابو لنحكي نحن وياه قبل الانطلاقه انتلاقة قبل الانطلاقه اذا بدكم هلا فيك دكتور ميرسي اندري على هالانترو الحلوة ويمكن هيدي هيدي تاني مرة انا 100% معك وشكرا لكل المتابعين اللي هلا عم بتابعونا عبر صوت لبنان يعني بنحب برامج برات العلبة اوت اوف ذا بوكس برات الكليشيه برات الدارج هذا بيجي بريتنج لا هيدا كمان بيجي بريتنج وقال لك كم موسم صرت على ال بي سي اي نحن بلشنا بال 2021 نعم يعني ليك الوقت بيقطع بسرعه يعني م. قلنا ثلاث سنين ومراحل البرنامج يعني تطورت من سنه لسنه لحد ما وصلنا لليوم مثل ما مثل ما قلت يعني ابتداء من العنوان اللي منطلقين فيه بالنسخه الجديده خلينا نسميها كانه عم ننطلق باول موسم من نسخه جديده اللي هو ريسيرشر قصه كبيره هو برنامج جديد هو فكره جديده او هو تجديد القديم مع انه كان كثير ناجح صح اكيد نحن ليك انا بامن بشغلي انا مع التغيير دائما على جميع المستويات يعني حتى بمكان معين يكون يمكن يكون في مدير ناجح بوطن معين في رئيس ناجح وغيره بس انا مع دائما التغيير لحتى تضل في هيك شيء جديد انه جديد فهذا لا يعني انه انه الشخص ما كان ناجح اذا كنا عم نحكي على صعيد الاداره او او على صعيد وطن ذات الشيء بالبرامج فالبرنامج اكيد اخذ ضجه بالمواسم الاولى وكنا وكان اسمه داري سوتشر بعدين كمان مع التطوير اللي طرق عليه هلا واللي واللي هلا ان شاء الله اليوم اول حلقه بتنطلق على ال بي سي اي تسعة ونص رح يلاحظوا العالم في تعديلات تعديلات حلوه تنزيد نجاحه اكثر واكثر ليش غيرتوا الاسم؟ خليني بلش معك من الاسم لان بالمواسم اي فيها, الموسم... فيها هيك يعني... شوفت حال انه قصة كبيرة نحن <applause> لا ابدا ليك يعني هلا بخبرك اول شيء نحن كان بالمواسم الماضية كان عندنا ضيف واحد بس يلي هو ريسيرتشر فالاسم على اسمه ذا ريسيرتشر بعدين هلا بالموسم او بالنسخة الجديدة صار عندنا ثلاثة ضيوف يعني صار في عندك ريسيرتشر هو باحث بيعطيك معلومة بيعطيك شيء عن اكتشافات عم بتصير مثلا بعالم الطب الهندسي بكل يعني او بشتى القطاعات خلينا نقول وعندك ضيف تاني اللي هو رح نحكي عن طفولته عن عن شبابه كيف ترك بصمه بالمجال المهني يعني في عنكم ناس عنكم فقره شو بتعرف هي اول فقره اي صح هيدي فقره العاب خلينا أوكي. نقول اي وبصمه بصمه عندنا فكرت اول شيء شو بتعرف هي فكرت العاب من بعدها فكرت علمي علمك علمي اللي علمك. فيها يعني الباحث بيحكي عن الاكتشافات عندك فقرة بصمة الثالثة اللي هي بعدنا عم بقول كانت انه بنسلط الضوء على قصص نجاح للبنانيين ابدعوا بمش مش بمجال الريسيرش مش مش بمجال البحث بمجالات هذه بمجالات مهنيه وعندك اخر فقره اللي هي كمان موهوب وكمان موهوب اللي هي حدث البرنامج رح بيكون دخلته كثير تطورات يعني البرنامج مين بينافس اصلا؟ لك انا اول شيء ولا مره طلعت على حدا بينافسني او برامج بتنافس برنامج انا طلعت من هذا السؤال لاوصل لمحل ثاني لانه انا دائما بنفس بنافس حالي هلا <applause> البرنامج ما بعتقد اصلا في فئات بتشبهه. بتشبهه يعني على كل الشاشات هلا مش بس على الشاشات اللبنانيه يعني بكل تواضع على الشاشات العربيه يعني والعالميه حتى اذا بدي روح فيها اكثر من هيك هلا يمكن الناس بيقولوا اوف هالقد كثير يعني كان شايف <applause> حاله انا عم لا واقع دكتور عماد كيستيون بور بور ان شامبيون وهو القصص اللي بعدها لليوم بتنحضر على التي اف كانت برامج ثقافيه، طبعا البرامج الالعاب اللي فيها ثقافه موجوده من زمان، مش انا اخترعتها، بس نحن هلا ببرنامج انك انت تجيب اكتشافات علميه وتمرقها بطريقه كتير سلسه ولكل حدا عم يحضر ببيته يقدر يفهمها، هذا الشيء مش موجود، بالاضافه انك انت هلا بهيدي النسخه طعمت البرنامج بالفن يلي هو انت رح تضوي على ناس عندهم عاديين بس ما عندها في المساحه لا ما عاديين بيكونوا مهندسين اطباء بس موهوبين ومنهم موهوبين انه يعني درجه ثانيه او ثالثه لا درجه اولى يعني عندهم مهنه وكمان <applause> موهوبين مشان هيك سمينا الفقره وكمان موهوب هلا انا سالتك انه انه مين بتنافسوا لانه آآ يعني دائما بكل موسم بتحرص انت والفريق العمل طبعا لانك تفوتوا قصص جديده صح مع انك يمكن اذا كملت مثل ما انت بعدك بعدك ما حدا عم بنفسك لانه للأسف البرامج التلفزيونية عم بيكونوا اما سياسي واما هول ضحكني تضحكك واضحك عليك واضحك معك وجيب حدا ينكت واخذ حدا ينكت ومطلوبة يعني اصلا لك مش غلط يعني, لا يعني لا انا دائما يعني ما بتطلع انه انه هذا شيء نيجاتيف انه بس كثرتهم غلط كثرتهم آه او عدم التوازن انك انت تخلق كمان برامج م. آه تكون آه ترضي عقل المشاهد بس بنفس الوقت يكون فيها تسي لانه انت بالنهايه اندريه التلفزيون بده يكون عنصر ترفيه عندك بالبيت يعني منك انت فايت على جامعه ورح تعطي محاضره والناس إنه تنزل سا... بتاعت... تحضر يعني نزل تحت الترفيه ايه ايه اي اي عم عم تنزل نسل. للاسف يعني ايه. بس بعتقد يعني المفروض الناس هي اللي بتحكم كمان مم. لازم تبلش تنتبه لهيدي الامور اللي عم تشتغل بتشتغل عماد قبل كل نسخه تطلعها متجدده وتكون انت راضي عنها ليك انا حدا متخصص متطلب, <applause> متطلب حس هذا الشيء متطلب <applause> حس هذا الشيء متطلب بشكل لدرجه الـ 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 يعني بصير يمكن هذا النقيق على كل نقطه وفاصلة يعني كل حدا بتعامل معي يمكن بيتعب شوي اول شيء بس بس يعرف انا لوين بدي اوصل لانه انا بيهمني الهدف دائما بحط هدف وبدي اوصل لهذا الهدف فاكيد بتتطلب انه يعني جهد فكري حتى تفكر انت شو ممكن اقدم يعني لاحظ باي شيء الفنانين لما بيعملوا اغاني او ام كلثوم أخذها يمكن هي المثل الاعلى لما كانت كل مره تجدد او بتغير بتضلها كأنها عم تعمل من اول وجديد غنيه جديده لقد حافظت مثلا على هذا المستوى وصارت كوكب الشرق فكتير مهم انك انت فعلا تكون دقيق يعني وتكون عارف حالك شو القصص اللي بدك تعملها وتجددها كان فيك تتكل على نجاح الموسم المواسم السابقه ودلك ماشي فيهم ما انا ما بحب القصص الكليشيه يعني انا بطبيعتي حدا ما بحب الروتين يعني لا لهيك لهيك صار معك صبيه عم تشارك ماريز فرزلي عم تشاركك التقديم ماريز حتشاركني بتقديم يعني فقره الالعاب نعم. وجزء من فقره علمي علمك اللي هي مرتبطه بالاسئله الشخصيه لل او للباحث يعني خلينا نقول آه هيدا الشيء كمان انا بعتبره انه بلس انه اضافي انت عم بتعدل عم بتجدد بالبروجرام فيك تعطي كمان انه مساحه معينه مش غلط آه يعني ما بحسها بتاذي صوره انه او او طبيعه البرنامج بعدين ما جبنا اي حدا بمعنى كيف ما بعرف اللي احكيها هيك على الهوى لا قول انه طبعاً. انه هذا كثير الناس او خصوصا عند الفتيات او السيدات مفتكرين انه نحن انا انا اذا بدي اكون بالواجهه او بالصوره مفروض تكون روح على التكبير بار وعلى شيء وعلى بار... الباربي وعلى هيدا لا ابدا يعني انت بدك حدا كمان يكون عنده شويه منطق يعني بفهم منك انه ما ما اخترتوا ما اخترتوا صبيه معكم انه هيك اجى كم وحده صبيه حلوه قدموا ما اخترتوا لا كمان كان في تارجت معين بانكم تختاروا مين راح تكون معكم بالبرنامج الصراحه يعني يمكن انا حطيت هيك اعلان عندي على صفحتي على الفيسبوك انه هيك قدم 122 صبيه يعني بتتخيل الرقم قد ايه قد ايه كبير طبعا عملنا فلترين وهيك وكانت تشاور خريجات خريجات في منهم يس صح في من منهم عندهم اسمي. لا في في يعني لنكون هيك واقعيين وبس بالنهايه انت بدك تنقي شيء للبرنامج تحس حالك انت اول شيء في كيمستري في كيمياء بينك وبين شخص عم بفوت معك حتى لو كانت فقره يعني حتى لو انه من اول البرنامج لاخر البرنامج ومش بس انا كان رايي او اختياري يعني لانه كمان البروديوسر ال يعني الين حنين باز اللي هي المنتج المنفذه وكمان بالتشاور مع اداره البرمجه بالال بي سي اي فرسي القرار على على ماريز نعم اليوم تنطلق الحلقه الاولى من هذا الموسم كم حلقه في هذا الموسم 14 14 أه، تصوروا كلهم لا ولا أكيد. انتم بتطوروا التصوير؟ لا بنصور دائما هيك مجموعه حلقات يعني كل شهر فتكونوا ابديت أه أه يعني ما تكونوا أه 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 مؤخرين اكيد واليوم حلقتنا يعني هي كثير غنيه أه ما بعرف أه اذا سمعتوا وقتها بالمخترع الكبير الطرابلسي أه فاضل أه فاضل اديب أه حقق انجاز أه كبير واخذ كمان جوائز نوابغ العرب وإجا خصيصا صور معنا الحلقه هو بفقره بصمه رح بيكون لانه ترك هيدي البصمه بالاضافه لدكتور سوها كانش كمان اللي هي رح تحكي عن جائحه صامته اللي يمكن الناس عم تفتك فيها وما عم بيعرفوا يعني رح خلي ما رح احرق ال <applause> على بفتكر انا عماد انكم بتنبشوا على على الضيوف كمان يعني مش حيا حدا بيقدر يكون ضيف هذا البرنامج لان بدكم كوادر آه عندها أبحاث علمية حدا طب نجح بطب بأدوار معينة آه حدا جيل الشباب وستقبلوا بس مهم يكون عندهم شيء متميز صح مشان هيك صار قصة كبيرة مم. أنا تسألتني السؤال بالأول لكن مم. بعدنا عم نكمل لأنه إحنا كان عندنا ضيف واحد صار عندنا هلأ كذا ضيف وكل ضيف فعلا هو يعني قصة كبيرة, فبيلبق بمحله وبيلبق للبنان بالنهاية أنت عم بتضوي على على الإبداعات اللبنانية يمكن عم تاخدها مروحة من كل الجوانب جوانب مم. مهنيه جوانب علميه جوانب فنيه جمعتهم كلهم اذا بدك فيك تقول عن ريسيرش قصة كبيره يمكن ثلاث برامج ببرنامج واحد بهال بهالفيرسيون اللي رح تطلعوا فيها بتوصلوا لشرائح ما كنتوا يمكن عم توصلوا قبل ايه ليش لا؟ نحن بهمنا يعني ننشر هيدا الثقافة وكل ما توصل انت ل يعني لعدد اكبر، هيدا الشيء بيساهم يعني هيك ببناء مجتمع اذا بدك سليم وكمان بتغير شوي بذهنية الناس. حضرتك دكتور وباحث وكل ما هنالك بتعلم بالجامعة وجيت على الإعلام لأنه عندك شغف بالإعلام. مزبوط لك أنا بعتبر أندريه الإعلام أو الضوء هو مش للاستعراض م. اذا ما عندك انت المهارات يعني الكافيه لإله ما رح تنجح فيه وما رح تستمر يعني يمكن اذا بدنا نحكي انه بتقلي انت يعني دكتور جامعه وبنفس الوقت اعلامي هون يمكن بدي اوضح شغلي صار فينا عندك عنك اعلامي هيك بتحب أنا شو رايك؟ انا عم بسال اي أنا عم بسأل <تكلمة> لك أنا أول شيء تغريك الكلمة؟ لا هي ما هي كلمة إعلامي بدك بس مشاعرك؟ ما هي كلمة إعلامي بما إنه أنا بروفيسور لنقول يعني هي إعلامي يعني جاي من إعلام يعني معلومة يعني أنا عم عم بقدر إنه أعطي معلومة وأنا أوريدي بالكارير تبعيتي أو بمهنتي يعني يلي هي أنا عم بعطي معلومة وأنا إعلامي بس عم بتكون ضمن يمكن جدران الجامعة الفرق هلا إنه صار انتقل هيدا هيدي المعلومه اللي عم نعطيها بالجامعه انتقلت لعدد اكبر من المشاهدين فبعتقد يمكن انه ظابطه شو اللي جذبك لعالم الضوء؟ شو اللي خليك تقرر بدي اجي على عالم الضوء بس بدي اقدم برنامج مثل ما انا عبالي مش مثل ما بينفرض علي ليك انا دائما حدا بيحلم بالتغيير التغيير الايجابي يعني كل حدا عنده قدره او مهاره او شيء بيقدر يستخدمها ويقدر يترك انه اثر امباكت يستعملها فانا يعني عندي هيدي يمكن المهارات عندي هيدي الافكار حسيت حالي انه انا اذا بدي انطلق نحو هيدا العالم بدي انطلق بشيء بيشبهني اول شيء <applause> وبيتلاقى مع الاهداف اللي بدي اياها يعني انا بالنهايه ما طالع اعمل برنامج بس حتى اكون انه تحت الضوء انا عادة انا حدا بيهرب من الكاميرا بس انه في شيء انه بدي اوصله وعندك الاعلام او الميديا هي وسيله بتساعدك انك توصل الفكره حسيت انه في شيء ناقص بمطرح ما انا عبالي اجي حطه على التلفزيون بالبرنامج تبعي او بشكل عام مش بشكل عام ما كانوا موجودين انا <applause> اذا بدي اجي بدي اقدم شيء مش موجود لك انا دائما مع شيء ما يكون كليشيه ما يكون مستهلك يعني يمكن بيقطع كثير برامج على على التلفزيونات فورما انه من شراي ومعموله برنامجنا لا يعني اختراعي او ابتكاري اذا بدك من من اي لذي سو so دائما بي بي بيتحداني هذا الشيء انه انت تعمل شيء جديد وبحب الناس اللي عندهم شعطات مم. يعني هي يعني كيف سيمون اسمر مثلا آه بتلاقيه كان ينتج او يعمل آه برامج معينه، في افكار هو بحطها، في افكار يمكن بيستوردها بس بيرجع بيعدلها. آه هيدا الشيء هيك هلا اللي عم يسمعك اللي عم يسمعك ويشوفك بده يفكر يمكن بركة هذا الانسان شو مغرور، قبل شوي استشهد بام كلثوم، هلا استشهد بسيمون اسمر ليك آه في آه شعره بين الغرور والثقه بالنفس ابدا الغرور منه من صفاتي بس انه بالنهايه الشيء اللي عم بعمله او اللي عم نعمله انا هون كمان بدي وجه تحيه لفريق العمل يمكن انا حطيت افكاري وبراقب كل شيرد ووردي بس بالنهايه اذا ما في فريق عمل متكامل من اعداد من من اديتنج من كل شيء من ادق التفاصيل ما ما يعني ما بتوصل فالثقه بالنفس حلوه وحلو كمان إن انك تعرف العالم يعني على اللي عندك هنا يحكموا ساعتها يحضروا البرنامج ويقرروا اذا كان بتحب تفرجي اللي عندك بتحب تبرز اللي عندك مش كعندي كشخص تبرز حالي هي. بحب ابرز اذا بدك افكاري م. يعني تتوصل لانه بنرجع لشوي قبل شوي كنت عم اقول انه انا بحب التغيير الايجابي يعني إيه اكيد بهمني انه اوصل اعمل تغيير ايجابي فانت لتعمل تغيير ايجابي بدك تاثر على الناس يعني اكيد انه بحب انه الناس آه يعني آه تتاثر بهيدي الافكار آه يصير عندها آه تغيير معين يمكن انا نقطه بحر انه بس اذا بلشنا اخذنا هيك خط انا اليوم يمكن انت بكره حدا يعمل يعني شيء ثاني تصير يعني مثل البحر هو آه نقطه نقطه بيتجمعوا وبيعملوا بحر آه النجاح بيعدي آه حقيقه النجاح بتعدي لك المنافسه حلوه أيه. يعني اذا بدك تلاقي حدا ينافسك انا بحب حدا ينافسني بحب حدا يتحداني يعني ما بخاف انه حدا عم يعمل شيء بالعكس بنبسط بنبسط كثير من النوع يعني ما بدون على حالي اعلامي وهول الاعلاميين اللي بيروحوا بقى هيدا لك برنامج ثلاثه ثلاثه في مقابلك هشام حداد ايه مش غلط بتحب انه يقولوا ريسيرش مقابل عي... او او عماد قصه كبيره ليك ما بفكر ما بهذا المنطق صراحه لان كل برنامج له جمهوره هي. والناس هلا صارت كمان بتقلب يعني من محطه لمحطه بتحضر فقرات من هون وفقرات من هون بس مختلفين بالنهايه يعني ما فيك تقارنهم يعني انا ما فيني اقارن حالي بهشام حداد لا اكيد اكثر شيء هو برنامج كمختلفين. مختلفين مختلفين يعني كلية. لا وجه للمقارنه مم. بس انه بس توقيت بأثر مقابيلك بتفكر يعني فكرت مين ممكن يكون مقابيلك بس آه الاداره قررت توقيت البرنامج ولا تشاورتوا بعتقد... بهالشيء ولا لا؟ ايه لأنه كمان بالنهايه بدك تنتبه انت قد ايه هو كان الجمعة يمكن يتقدم كان صح؟ خميس أو خميس. يعني اول ما بلشنا جمعة وبعدين تعالنا خميس على خميس كان في برامج برامج سياسية كمان على غير آ... في برنامج سياسي جديد رح ينطلق رح الخميس فحسينا بعدين سنة. انك انت تحط برنامج بوجه برنامج سياسي مش ظابطة بهيدا البلد لك ليه يعني حتى لو الجمهورين مختلفين يعني الناس اللي تهتم بالسياسة يمكن ما تهتم كتير بالاشياء الاجتماعية والعلمية وغيرها والعكس صحيح ولكن بما انه هذا البلد في خضات دائما دائما المشاهد بده يركض يشوف شو في اخر تطورات اذا فيه فيه آخر في مشكله هالليل يعني اكيد ما راح يحضر صح 100% بده يطلع انه بده يجيب المعلومه حتى لو ما بيحب يحضر مم. سياسي حتى لو ما بيحب البرنامج او بخاف فبده يروح يعني بدك تعمل انت تشتت بتفكيره ما حيركز على على برنامجك فالافضل ما ينحط بوجه برامج سياسي وخصوصا اذا هذا البرنامج السياسي كان كثير محظوظ شو بتعطيك المنافسه على شو بتحفزك بتحفز بتحفزني على الابداع اكثر يعني على يعني هلا قلنا انه ما في برنامج هالقد ثقيل هالقد مليان ثقيل مش بمعناته ما بعرف اذا الكلمه انفهمت دسم ال... يعني دي دي ايه. دي ما يعني ما في برنامج هالقد دسم بل عاد يعني هيدي حقيقه تقال اه انه بتزعل انه مثل ما بتحب المنافسه بتزعل انه ما في منافسه ما رح ازعل بس بتمنى انه يصير في منافسه ونروح بهيك اتجاه يعني يوما ما، مم. يعني ما عم اقول كمان بدنا نعمل كل البرامج على نسق قصه كبيره يعني ما ايه بده يكون في سريه بس سمير. انه حلو انه هيدا الشيء يعدل الـ الـ الاخرين ونصير كمان نعطي قيمه مضافه يعني للاعلام حلو حلو, حلو كان في المتفوقون كان في صح المتميزون و كان في وكانت برامج وكانت آه نجحة. كثير ناجحه كانت البادج تبعها او الانتاج تبعها كثير ما مش مثل هلا ما في هالقد أيه. يعني ما في تقنيات كان كانت تقنيات مبدا بدائيه اذا بدك وهون انا بدي اقول شغله مهمه كثير اندري يعني نحن برنامجنا بياكل شغل وتعب كثير من م. الفريق هو اكثر البرامج الموجوده اذا بدي اقول على شاشه ال بي سي اي اللي اللي بده اللي بده شغل واللي بده تعب ولو ما انه فعلا الفريق العملي اللي موجود عم يشتغل من قلبه ومآمن باهداف البرنامج وبجمال البرنامج اذا بدك على جميع الجهات ما كانوا بيعطوا من قلبهم كانوا بيستمروا عماد محمد ريسيرشر قصه كبيره بنتمنى له كل التوفيق والنجاح وان شاء هذا المواسم هذا الموسم كمان يحصد نجاح مواسم السابقه شكرا لك وانبسطت انك كنت معي اليوم قبل اول حلقه من البرنامج شكرا لك اندري وانا يعني شهدت فيك مجروحه صراحه انت كمان <applause> تعتبر اعلامي مخضرم ودائما رايك ونقدك البناء ناخده بعين الاعتبار كنت عم تقول لي شيء تحت الهواء ما رح نقوله عن بنكمله <applause> ما رح نقوله على تحت الهواء <applause> شكرا كثير لحضورك معنا وشكرا لكل اللي تابعونا سمعونا وشوفونا عبر هواء صوت لبنان لحظات ونتابع باقي فقراتنا المقررة خليكم معنا